اهلا وسهلا فيكم. اليوم على صفحة حيدر الكترونيكس، اليوم جبنا لكم مفاجأة هي من الاقوى بصفحة حيدر الكترونيكس. اي سي بنحط له مي عادي بيطلع لنا هواء بارد. هذا الاي سي المميز فيه انه بورتابل وله شريط اخره يو اس بي، بنشكه بشارجر السيارة، بشارجر التليفون او بالباور بانك، فينا نشكه بالباور بانك وناخده معنا وين ما رحنا، بس بنزيد له مي. هذا الاي سي انا اختبرته قبل ما هلا اشرح لكم عنه، هو من الاروع والاجمل. انا بحياتي ما شفت هيك اي سي، كتير عنده performance كتير قوي، الهواء كتير صافي، بلس انه هيدا بنقي الجو. يعني مش بس عم نحكي نحن AC، نحن عم نحكي عن مكنة بتنقي الجو كمان، نحن فينا نستفيد منه. خلينا سوا لنشوف هيدا التحفة الفنية ونتعرف عليه اكتر، خليكم معي. اول شي حنبلش نتعرف على هالAC اكتر. عنا الباور باتون، عنا هون بتغير اللون، بس نحط هون مي بنغير اللون، وهون 3 سرعات للمروحة مثل ما شايفين. اوكي هيك بيجي، هون بنغير اتجاه الهواء طلوع ونزول، وجوا بقى ما تبقى. هلا فينا نحن هيدي كمان نقيمها وننظفها بس بدنا. من ورا اول شي بيجي هون للمي، بنحط المي. اوكي من ورا اليو اس بي، مطرح ما نحط اليو اس بي. اوكي طيب، هلا اول مرحله بتعملوها هي انه نحن بنعبي مي، نفتح هيدي من هون. اوكي بنجيب المي منعبيها بهذا الشكل، المهم تكون تكون جالسة مش مايلة، يعني حيالة السيرفس يكون جالس ومش مايل. اوكي لما نحن حطينا المي هون نرجع منحط نجيب اليو اس بي كيبل. اوكي طبعا اهم شيء ما تميلوها لانه بصير المي ينزل من تاني ميل، المهم يكون السيرفس جالس. بنحط الـ USB مثل ما شايفين هون. اوكي مندورة، سمعين الصوت تقريبا صوته منا كتير عالي. اوكي مثل ما شايفين من هون بتضوي، بنشوف نحن نسبة المي الموجودة هون. اوكي ننطرها شوي صغيرة بتصير تسقع هون اكتر، عم تسحب هي بتكون الميات من هون لجوا. اوكي مثل ما قلنا في عنا 3 سرعات، في عنا اللون بنقدر نغيره احمر مثل ما شايفين هون. اوكي اخضر تقريبا حجمها هالقد هي مثل ما شايفين، والهواء طعولها كتير نقي كتير خفيف. طبعا نحن ما بنحكي انه هيدي المكنة بتبرد قوات ضخمة، بنحكي نحن تبريد مثل ما شايفين حجمها قديش تبريدها كتير منيح. هلا اذا جينا للكتالوج، طبعا هي بيجي مع كتالوج. اوكي هالكتالوج مكتوب عليه اكثر بالتفاصيل، يعني ما تحكوني انت هلا على الواتساب حصوركم شو مكتوب هون، ابعث لكم اياه لتعرفوا اكثر التفاصيل تاعولها. اوكي مشان ما نطول الفيديو انا جربت اختصر قد ما فيني. يلي حابب يسالني اللي بده اياه بيحكيني باي ساعه كان باي وقت كان. اوكي برجع بقول لكم هيدا على الطلب من برا، يعني نحن يلي مستعجل عليها بده يطلبها باقرب وقت، هيدي اهم شيء وهيدي فكرتها. اوكي بنحملها بناخذها وين ما بدنا، وهي حطينا بالشارجر وفينا نحطها بالباور بانك بس بدنا. ولا اي اسئله بتسالوني بتحكوني على الواتساب باي وقت، واهلا وسهلا فيكم.